خنا فران ام فيوت نم بشيري نم في بنم ثواب ونوتي ان اوت امين. حلقة جديدة من برنامج ريبصارين. كنا اخذنا الحلقات السابقة عن الفترة بتاعت ما بين عيد النيروز لغاية عيد الصليب. الاسبوع ده باذن المسيح كنيسة هتعيد بتذكار الصليب المقدس. الصليب الكنيسة بتعيد له في الكنيسة عيدين، عيد بيجي في شهر 9 يوم 17 توت، والعيد الثاني بيكون في يوم 10 برمهات، دايما بيجي في الصوم الكبير. العيد اللي احنا حاليا فيه اللي هو بعد عيد النيروز بيبقى الكنيسة بتاعت بيه 3 ايام، والنغمة اللي فيه بتبقى نغمة جميلة قوي قوي كلنا بنحبها، اللي هي النغمة الشعنيني، اللي هي نفس الطريقة بتاعت حد الزعف اللي هي الجالس فوق الشيروبيم. الحلقة النهاردة بتاعتنا هتكون 3 فقرات. الفقرة الأولى هتكون ألحان عيد الصليب، الفقرة الثانية هتكون جزء من التسبيحة جميل قوي عن الصليب برضو، والفقرة الثالثة هتكون جزء من ألحان القداس برضو عن الصليب. نبتدي مع بعضينا الجزء الأول من ألحان عيد الصليب، بس أحب أقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لكورنثوس الآية الإصحاح الأول والآية رقم 18. إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب: سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، اليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. فعلا كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. تعالوا نحفظ بقى مع بعض لحن جميل قوي قوي لعيد الصليب. الحرف الاولاني احنا عارفينه، هو ده من يعني من الحروف اللي ليها كذا نطق في اللغه القبطيه، اللي هو شبه الاكس الانجليش، لكن هنا هننطقه شين اس اتش. ده الاي وده الار القبطي وده الاي. الكلمه دي سهله خالص، شيري، شيري يعني سلام. الكلمه دي كلها انجليش، ان اي كي ناك، لك شيرنك، السلام لك. وانه ممكن لما الواحد يتكلم واحد يقول له مثلا ازيك يقول له شيرنك، السلام ليك، عامل ايه، السلام لك، شيرنك. لكن للبنات نقول شيرني، السلام ليك، فشيرنك. وبعدين الحرف ده قول هو يا يعني او اداة النداء. كلمة دي سهلة خالص، بي اس تا، هنا الحرف ده يتنطق في وده ار، تبقى استافروس. استافروس يعني الصليب باليونان، عشان كده كان في ناس كتيرة لما يسموا أولادهم باستاوروس، باستاوروس يعني الصليب، باستاوروس. شيري ناك أو بي استافروس، نقولها مع بعضنا تاني، شيري ناك أو بي استافروس، السلام لك أيها الصليب. السطر التاني بي دي الاتش ودي البي، هوب هوبلون، هوبلون يعني سلاح، هوبلون بي هوبلون. ان تي الذي لي بي اتش رو، دي الـ دي سي اتش ودي الار، بي اتش رو، اتش رو اللي هو الغالب او الغالبه. لقوا زمان كانوا يرسموا على باب الهيكل تحت صليب المسيح حرف التشيما ده، ما عرفوش ده يعني ايه لغايه ما لقوا كلمه اتش رو معناها الغالب، يعني هو ده الغالب. كلمه الصليب عند الهالكين جهل، عندنا نحن هي قوه الله، اتش رو. بي هوبلون انت بي اتش رو. اللي بعد كده خدناها هي نفس الجملة بتتعاد، شيري ناك او بي استافروس، السلام لك ايها الصليب مرة اخرى. ده جزء من التمجيد بتاع عيد الصليب، زكسولوجية عيد الصليب. الجزء التاني ده جميل قوي، الكلمتين دول ممكن نحفظهم، بي او الحرف بي وبعدين اي، بي يعني ال، اث دي الثيتا اللي هي البق اللي فيه اللسان، بي اث رونوس، رونوس يعني كرسي عرش، بي اثرونوس عرش، ام بي اورو، عارفين لحن باورو، بي اورو يعني الملك، سلام للصليب سلاح الغلبة، السلام للصليب عرش الملك، عرش الملك.
باللحن بقى أجمل كتير. تعالوا نقولها باللحن بالراحة كم مرة كده نحفظها مع بعض. هنقولها باللحن اسمه لحن حد الزعف أو لحن الشعنين، اللي هي نفس الجالس فوق الشروبين. فاكرين الجالس فوق الشروبين؟ الجالس فوق الشروبين، هو ده نفس اللحن. تعالوا نقولها مع بعض. شيرناك او بي استافروس بي هوبلون انت بي تشيرو، شيرناك او بي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. نقولها مرة تاني. شيرناك او بي استافروس بي هوب لون انت بي تشرو، شيرناك او بي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. سهلة خالص، نقولها مرة تاني. شيرنا كوبي استافروس بي هوبلون انت بيترو، شيرنا كوبي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. نقولهم تاني. شيرناك او بي استافروس بي هوبلون انت بي تشيرو، شيرناك او بي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. اخر مره. شيرناك او بي استافروس بي هوبلون انت بي تشرو، شيرناك او بي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. بالعربي. السلام لك أيها الصليب سلاح الغلبة، السلام لك أيها الصليب عرش الملك. آخر مرة. شيرناك او بي استافروس بي هوبلون انت بي تشرو، شيرناك او بي استافروس بي اثرونوس ام بي اورو. نكتفي بهذا في ألحان عيد الصليب. نرجع فاصل، نطلع لفاصل ونرجع مع بعضينا ناخد ألحان القداس الإلهي، نكمل أمين أمين بموتك يا رب نبشر. رجعنا مع بعضينا إلى الفقرة الثانية، ألحان القداس الإلهي. كنا المرة اللي فاتت خدنا مع بعض أمين أمين بموتك يا رب نبشر الجزء الأولاني منها باليوناني. تعالوا نسمعها ونكمل مع بعضينا الجزء الجديد النهاردة. آمين 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 تون طانا تون سوكيري كتنجلومين كتين أجيان سو أنا أستاسين. كنا أخذنا الجزء ده المرة الفاتت، تعالوا نقرأ تاني بالراحة ونراجع عليه.
أمين ألفا مي إيتا ني أمين 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 آمين آمين آمين. وبعدين تي أو إن تون وبعدين ثاناتون الموت تان ثاناتون سو كيرية تون تي أو إن سهلة خالص ثاناتون سو كيرية آمين 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 تون ثاناتون سو كيرية. قلنا دي كاتا سهلة خالص أربع حروف إنجليش. وبعدين الحرف الغمة ده لما بيجي وراء حرف تاني شبهه بتنطق الأولاني معلش مختلف شوية إن فتبقى كاتانجيلو مين نبشر أو جاي من أنجيلوس أو بشارة أو مبشر أو ملاك. كاتانجيلو مين تعال نقولها تاني من الأول آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلو مين. الجزء بقى اللي خدناه برضو المرة اللي فاتت نراجعه تاني كي كي اي سهلة خالص خالص كي كي تين دي الاثنين اي كيتين اجيا سو اناستاسين اناستاسين اللي هي القيام اناستاسين كيتين اجيا سو اناستاسين. نقولهم من الاول آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلو مين كيتين آجيان سو أناستاسين. نراجعها لآخر مرة وبعدين ناخد الجزء الجديد ونراجع تاني من الأول آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلو مين كيتين آجيان سو أناستاسين. وصعودك إلى السماوات تتقال إزاي بقى كي تين أنا لي إب سين الحرف ده بتنطق اسمه إبسي فبتنطق أكنه به سين بس إب سين كيتين أنا لي إب سين وصعودك سو إنتيس أورانيس إلى السماء كيتين أنا لي إب سين سو إنتيس أورانيس سي أومو لو غو مين. على فكرة الإبت مش صعب لأن ده يوناني فده ملناش دعوة بيه ده يوناني لو صعب يبقى اليوناني اللي صعب مش الإبت فتعالوا نقولها تاني بالراحة كي نقراها بالراحة خالص خالص كي تين أجيان سو أناستاسين وبقيامتك. دي الجديدة بقى اللي خدناها النهاردة كي و تين ها أنا لي بسين صعودك سو تاني كتين أنا لي بسين أنا لي بسين أنا لي بسين سو انتيس اورانيس اورانيس اللي هي السماء سي او مو لو غو مين تاني سي او مو
لو غو مين. على فكرة باللحن هتبقى أسهل كتير. تعالوا نقولها من الأول كده بالراحة ونشوف هنعمل فيها إيه. آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتان جيلو مين كيتين آجيان سو أنا استاسين. جديد بقى. كيتين أنا ليبسين سو انتيس. استنى بقى. أورانيس سي أومولومين. تاني من الأول. آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلومين كيتين آجيان سو أناستاسين كيتين أنا ليبسين سو إنتيس أورانيس سي أومولو غومين. تاني من الأول. آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلو مين كيتين آجيان سو أناستاسين كيتين أنا ليبسين سو إنتيس أورانيس سي أومولوغومين. تعالوا نقولها لآخر مرة، والمرة الجاية بإذن ربنا بقى ناخدها بالراحة ونكملها. آمين 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 تون ثاناتون سوكيري. شوف لحن الموت. كاتانجيلو مين. نبشر، نحمل فرح، خبر سار بموت المسيح. كيتين آجيان سو أناستاسين كيتين أنا ليبسين سو إنتيس السما أورانيس سي أومولوغو. آخر مرة. آمين 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 تون ثاناتون سوكيري كاتانجيلو مين كيتين آجيان سو أناستاسين كيتين أنا ليبسين سو إنتيس أورانيس سي أومولوغومين. نطلع لفاصل آخر
دقيقتين ثلاثة بقى في الحلقة نبتدي في جزء من التسبيحة مناسب أو لعيد الصليب، رتله للذي صلب عنه. فاصل ونرجع مع آخر دقيقتين. رجعنا مع بعضينا مع لحن جميل قوي من ألحان التسبحة، ويعني ليه معزة خاصة عندنا في البرنامج اسمه لحن أريبسالين على اسم البرنامج. الكلمة الأولى بتقول أو الحرف الأول الألفا وبعدين الرو أو الأر وبعدين الآي وبعدين الإبسي اللي خدناه في اللحن اللي فات وبعدين ألفا الآي إن أريبسالين. يعني تعالوا نرتل، نرتل لمين؟ اي في للذي، اي في اي طاف اش، لا بالراحه دي اريب صالين، اريب صالين بصالموس، بصال يعني ترتيله. تعالوا نرتل اريب، اريب صالين اي دي الاف ودي اتنين اي، اي في اي طا هنا دي هتبقى في الابسلون، اي طاف اشف، اشف يعني اتصلب، رتلوا للذي صلب عنه. بالعربي بنقولها ازاي بقى؟ رتلوا للذي صلب عنا، بالقبط بقى أريبسالين اي في اي طف اش، تاني أريبسالين اي في اي طف اش، تالت أريب صالين إي في إي طف أش، كمان مرة أريب صالين إي في إي طف أش، رتلوا للذي صلب عنه. الجملة اللي بعد كده إي ودي الإتش وعليها جنكم اللي هو الهمزة تبقى إيه، ودي الآر ودي اتنين آي تبقى إيه إيه ري، دي إي ودي الجي والاو والان اي جون، هنا جي تبقى يعني مش متعطشة اي جون، او وكمان اف كوسف ودخل الى القبر، صلب عنا ودخل الى القبر اف كوسف. نقولها الاخر مرة الاثنين مع بعض ونكملها المرة الجاية. أريب صالين إي في إي طف أش إي إهري إي جنو هاف كوس، تاني أريب صالين إي في إي طف أش إي إهري إي جنو هاف كوس. آخر مرة أريب صالين في إي طف أش إي إهري إي جنو هاف كوس. بإذن المسيح المرة الجاية بقى نكمل بقية أريب صالين. النهاردة أخذنا مع بعضينا جزء من أمين أمين بموتك رب نبشر، جزء من زكسولوجية عيد الصليب، جزء من رتلوا للذي صلب عنه أريب صالين. لو ربنا حيانا ادانا عمر المره الجايه باذن الله نكمل. الايميل باين على الشاشه، بنرحب باسئلتكم واستفساراتكم. الحلقه دي والحلقات السابقه موجوده على الويب سايت بتاع القناه، وتقدروا تطلبوها من القناه لو حبيتوا تراجعوا الالحان مره تانية. نشوفكم بخير، وجاي خنب شويس.